كونك عضو بلجنة تحكيم الأفلام في مهرجان هولندا، عشو اعتمدتي أو كيف لقيتي الأفلام المشاركة بصورة عامة؟ بصورة عامة اختيار الأفلام كتير حلو، وفي أفلام فعلا بضيع، يعني أفلام كتير حلوة ومعمولة بطريقة حلوة ومبكلة، وطبعا في أفلام تانية أماكن أقوى من أماكن تانية، يمكن من ناحية التصوير ولا القصة ولا، بس all in all in general selection جدا على مستوى عالي. يعني أنا بعتمد إجمالا لأني ممثلة على الإحساس تبعي، يعني تكنيكلي ما عندي خبرة، ما بعرف، بقى بحضر الفيلم وبحس، وعلى القصة إذا متكاملة، على الكونتنت إذا بيحرز ينعمل فيلم من وراء ولا لا، والستركتشر تبع الموفي والخيط كيف ماشي، والتمثيل، فهولي أكثر شيء بعتمد عليهم. ما بركز كتير على جمالية الصورة، لأنه بيهمني أكثر الموضوع، التفاصيل، كيف معالج الموضوع، يعني هذا أكثر شيء بيهمني كمان. شو بتقولي لمحبيك ومتابعينك من خلال منصة أكبر؟ شو بتقولي لهم كلام؟ أول شيء بدي أشكرهم، لأنه أنا وجودي هون بمالمو فعلاً انصدمت إن كمية العالم اللي بتسلم علي على الطريق وتتصور معي، ببين فعلاً قديش كانوا متابعيني وقديش حبوني، فبدي أقول لهم مرسي كتير، وضلكم عم بتتابعوني، وإن شاء الله ضلني أنا على حسن ظلكم.